شاء الله الجيك هذا صار له أكثر من سنة شغال معاهم ويشيلون فيه النطاطيات ما شاء الله. هني عندنا نشوف 3 ريايل ولكن يفضلون إنهم يشيلون عن الجيك، يستخدمون الجيك على إنهم يشيلونها بروحهم. وهذا الجيك يلف 360 درجة وممكن إنه ينشال، مو شرط إنك تخليه طول الوقت كذي معلق، ممكن إنك تشيل الجزء اللي فوقي ويظل بالوانيت بس القطعة الأرضية هذه. هذا تقريبا يقول لك يمكن تقريبا 400 كيلو. نشوف الحين هني قاعدين يشيلونها. وما شاء الله امس مطرة حلوة هني عندنا بخويسات، والماكينة هني ناقصها هيدروليك فاساس شي ما قاعد تصعد بسرعة ولازم يعبيها هيدروليك، وكل ضغطة يكون لها اداء اكثر. الذراع هذا وانت ماشي ممكن انك تخليه لداخل. طريقة التركيب هني لازم تركب القاعدة على الشاصي مباشرة. نشوف القاعدة هني لازم تركب على الشاصي مباشرة، فهني حط تحتها بليتة متينة مو اقل من 5 ملي وتلحمها مع الشاصي. هذه افضل طريقة واقوى طريقة. طبعا هني يستخدمونها النطاطية، في شباب خذوها يستخدمونها يشيلون خشب شير، وفي ناس يشيلون الماكينة. هو نفس صاحب المشروع هذا هم يشيل عليها ماكينة الهوندا. شوف كذي الحين بعد ما ارتفعت على المستوى المطلوب ما عليه الا يلفها. وبس بكل بساطة طبعا ممكن يشيلون شيء اثقل من هذا، فهني هذه تقريبا 400 كيلو. وهذا الحين بعد ما ينزل هواها ينسم عليها وخلاص، الحين ممكن يربطها يثبتها بسير وبس، عملية بسيطة. نشوف هني هي مطلعة الدهن، المفروض ان ينظفونها الدهن ويحطلون لها دهن زيادة، دهن هيدروليك. الحمد لله الله رزقنا بمطرة حلوة هني وانتعشت الأرض ويعطيك العافية. ونشوف هني أخوي الله يعطي العافية مشاري البلوشي، شخص واحد يبي يكشت يبي يستانس، وشخص واحد قدر يشيل هالماكينة. هالماكينة اللي مو عارف وزنها 3 أشخاص يشيلونها، يعني ما راح يكونوا مرتاحين بشيلتها، يكونوا مرتاحين شيلتها ب4 أشخاص. فهني شخص واحد قدر ينزل الماكينة من وانيت، يقدر الحين يخليها عند الكرفان ويتوكل على الله يستخدم الوانيت بدروبة ولا انه يضل طول الوقت شايل الماكينة معاه.